صباح الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في برنامج ديليفري الاخبار مع الجريء. اهلا بيكم في حلقه استثنائيه لغياب ايقونه الجريء الاستاذه تريز في ظرف طارئ وعاجل. نبدا حلقتنا اليوم بمقوله لصديقي الفنان احمد حلمي: سنك في البطاقه غير سنك في المرايه، غير سنك مع حد بتحبه، غير سنك وانت فرحان، غير سنك وانت زعلان، جوه عمرك عمر تاني. ولنبدأ سريعا الى عناوين الاخبار. محي اسماعيل يقتحم من المسرح اثناء تكريم محمود حميده. هالاند لا يتوقف عن التسجيل، مانشستر سيتي يضرب كوبنهاجن بخماسيه. فتاة المعادي بعد وصولها على حكم بحبس والدها: ليس والدي وليس ولي أمري واعتدى علي. مترو الأنفاق الجديد، 4 محطات من المرحلة الثالثة للخط الثالث تفتتح اليوم للركاب. على الإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر. طلعوا البطاطين، تحذير من انخفاض كبير في درجات الحرارة. موسيماني يلمح لرغبته في تغيير أجانب أهل جدة والتعاقد مع جدد. بحقنة مضاد حيوي، حبس صيدلانية وعملتين لاتهامهم بالتسبب في مصرع طفلتين. محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك. ومن أخبارنا الرياضية: محمود شبانة يعلن عن رحيله إلى سموحة. مدرب سان جيرمان يوضح سبب استبدال ميسي. حمد الله يظهر مع المغرب في كأس العالم. الكومي يتحدث عن الشيطان الأكبر ودور متى في التعاقد مع جاريديو. حمودي: طموح أسوان دفعني للانضمام للفريق. الرباط الصليبي يضرب حارس ليربيرج. هزيمة الزمالك في بطولة أفريقيا وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة في كرة اليد. جمعة مشهور يعود للمصرية للاتصالات. علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد. أهلي جدة يتعادل في أولى مبارياته مع موسيماني. بنفيكا 1-1 مع باريس سان جيرمان. ريال مدريد 2 شختار 1. تشيلسي 3 ميلان 0. سيتي 5 كوبنهاجن 0. لاعب جديد مهدد في أسبانيا: ماركوس يبتعد 5 أسابيع. الزمالك يخسر من الإفريقي في كرة اليد ويلاقي الأهلي. مهاجم مصر المقاصة ينتقد إلى بورتو السويس. ومن أخبار الزمالك: الزمالك وبيراميدز وتعثر صفقة الأهلي المحتملة. الزمالك يعلن قرارات جديدة ضد حجز ممدوح عباس. تعثر مفاوضات مع السيسي. الأهلي يحاول عرقلة صفقة صلاح محسن المحتملة مع الزمالك. أوباما يصارع الزمن لتأكيد بقائه في الزمالك. من أخبارنا الرياضية أيضا: رابطة الأندية تستعد لإعلان جدول الدوري، والأهلي والزمالك يخوضون جولتين قبل السوبر. الاتحاد المستنير التونسي: سنواجه الأهلي بدون غيابات، وتأجيل للدوري التونسي يخدمنا. الأهلي يستعد اليوم للسفر إلى تونس. مرتضى منصور يقرر صرف 20 مليون جنيه للاعب الزمالك. منتخب السويس يضم إبراهيم كامارا. عصام الحضري يقول لحراس سيراميكا: لو مش قادرين تلعبوا ألعب أنا. مدافع الزمالك يرحل إلى سموحة. سيسا لاعب يد الأهلي يخضع لعملية جراحية في تونس.
أنباء عن غرامة إضافية لكهرباء 50,000 جنيه بسبب السهر. سيراميكا يفوز على غزل المحلة وديا استعدادا للدوري. رئيس اتحاد الكرة الكويتي: اتفقنا مع مصر على إقامة السوبر المصري الكويتي. والمزيد والمزيد من الأخبار، أخبار الحوادث معنا اليوم. حلاق يضرب صبي بوحشية بسبب 10 جنيه. خلافات زوجية: دفعت سيدة لمحاولة انتحار داخل حمامات مسجد الحسين. حبس 4 تجار مخدرات بالقاهرة. أزمة بعد ظهور فيديو باستحقاق قوة أمنية لفتاة داخل بوكس بكفر الشيخ. مصر وأصاب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط وسوهاج. حزن كبير بسبب واقعة وفاة طفلتين إيمان وسجدة بمينا البصل بعد اتهام الصيدلانية بالسبب في وفاتهما. وسط الحرب الجامعي: مشاجرة بين الطلاب في مول جامعة 6 أكتوبر. المعبد في انتظار بلطجي كفر البطيخ. الأمن يكشف حقيقة فيديو خطف طلاب بداخل إحدى مدارس البساتين. المشدد 20 عاما لزوجة وعشيقة في وجعة الزوج المنتحر ببولاء دقرور. والمزيد والمزيد من الأخبار معنا اليوم يا غاليين. شبانة آخر ضحايا مجلس الزمالك. قرارات مرتضى منصور بعد الفجر. كواساكي يرفض تخفيض مطالبه لانتقال مارسينيو للأهلي. قرار جديد لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي مع طارق حامد. وتفاصيل خطيرة في ملف عودة ساسي للزمالك. كانت هذه هي عناوين الأخبار، وإليكم المزيد والمزيد من الأخبار في هذا التقرير يا أجمل ناس في الكون. نبدأ معكم بعض الأخبار يا غاليين. شبانة آخر ضحايا مجلس الزمالك، حيث انتقل محمود شبانة مدعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم على سبيل الإعارة. جاء ذلك بموافقة مجلس الإدارة الحالي الذي دائم في الفترة الأخيرة على ترحيل اللاعبين والنجوم. خرج شبانة من حسابات البرتغالي فيريرا المدير الفني، لذلك سمح له بالرحيل إلى نادي سموحة. رهان كهرباء مع سيد عبد الحفيظ. كهرباء لاعب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي رهن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عودته لمنتخب مصر من جديد خلال الفترة المقبلة. كهرباء أكد التزامه مع الأهلي وأنه يركز في التدريبات، وقال إن مارسيل كولر مدرب الفريق سعيد بمستواه، وقال إنه سيعود إلى الملاعب وإلى منتخب مصر قريبا. قررت مرتضى منصور قبل الفجر. قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعب الفريق الأول لكرة القدم من القلعة البيضاء صباح اليوم قبل مواجهة الفريق البوروندي في دوري أبطال أفريقيا. كما مقرر صرف 8 مليون جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية. سلم رئيس نادي الزمالك السفير البوروندي مبلغ 50,000 دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب وحقوق نادي فلاميو في نقل المباراة الأولى على شاشات التلفزيون وفقا للعقد المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي. كان الزمالك قد باع لإحدى القنوات المصرية حقوق بث المباراتين حصريا من خلال قناة أون تايم سبورت بمبلغ 60,000 دولار. وكانت تكاليف الطائرة الخاصة التي ستنقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا والعودة يعادل 4 ملايين جنيه مصري. ده الخبر اللي وضعه رئيس نادي الزمالك على صفحته الشخصية.
في فجر اليوم بعد صلاة الفجر حوالي الساعة 4 فجرا، ولم يظهر على أي منصات من منصات الزمالك الرسمية. ولكن هناك تساؤل نقدمه لملوك الحسابات: الزمالك باع حق المباراتين لإحدى القنوات ب$60,000، وقدم شيك للفريق الراوندي ب$50,000. هل هي قيمة الزمالك $10,000 يا غاليين، وقيمة الفريق البوروندي $50,000؟ الحكاية فيها حكاية وفيها رواية وفيها ريحة نقط. محتاج أسمع آراء المحترمين، كيف نبيع حقوق مباراة واحدة للفريق البوروندي؟ يعني الفريق البوروندي باع ماتش واحد ب$50,000، في المقابل الزمالك استفاد $10,000 فقط من المباراتين. الحكاية والرواية، عايزين نفهم قيمة الفريق البوروندي وقيمة فريق الزمالك. الحكاية ما تدخلش العقول. ولماذا رئيس النادي يعلن مثل هذه القرارات عبر صفحاته الشخصية ولا تعلن عبر الإعلام الرسمي للزمالك؟ ندخل على خبر آخر: النادي الأهلي بيفوض مارسينيو لانتقاله إلى صفوفه. اللاعب المنضم إلى فريق الياباني كواساكي، الفريق الياباني بيغالي في طلباته، مطالب $3 مليون. الأهلي بيطلب تخفيض المبلغ، لكن كواساكي يبلغ في الحصول على $3 مليون ولا يريد أي تقسيط، أقل تقسيط دفعتين لا أكثر. اللاعب متعاقد مع النادي الياباني حتى 2024، ومش زي ما قالوا البعض ان 3 اشهر ويكون لاعب حر. مارسينو عنده 27 سنه، سجل 9 اهداف في الدوري الياباني بعد مرور 30 جوله. قرارات لجنه الانضباط بالاتحاد السعودي مع طارق حامد: اعلنت لجنه الانضباط بالاتحاد السعودي لكره القدم غرامه ماليه على طارق حامد لاعب اتحاد جده، بجانب الايقاف بسبب اللاعب العنيف. طارق حامد تعرض للطرد المباشر في مواجهة اتحاد جدة وعن النصر بعد الرجوع لتقنية الفيديو. جاء قرار لجنة الانضباط الاتحاد السعودي كالتالي: ثبوت مخالفة لاعب نادي اتحاد جدة طارق حامد بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، غرامة مالية قدرها 10,000 ريال. القرار أيضا غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق. المباراة كانت انتهت بالتعادل السلبي بين اتحاد جدة والنصر. اتحاد جدة الثالث الدوري 11 نقطة بفارق 4 نقاط على الشباب المتصدر، ويلعب غدا الجمعة ضمن الجولة السادسة أمام الفتح، ويغيب نجم مصر وسفير مصر طارق حامد. كل التوفيق لطارق حامد في المباريات القادمة بعد عودته بإذن الله. ملف عودة ساسي: هناك أقاويل من داخل إدارة الزمالك بمفاوضات مكثفة لعودة التونسي فرجاني ساسي، ما بين موافق ومعارض. المعارض يقول: فشل ساسي في الترجي، وفشل في النصر السعودي، وفشل في الدهيل القطري، وهو الآن يتم تسويقه عبر صفحات الزمالك الإلكترونية. ويقولون أيضا إن فيريرا رافض عودة اللاعب لأنه متابع جيد للدوري القطري، كما يقولون أن الدحيل رافض بقائه ويريد بيعه لنادي الزمالك. المعارضين أيضا يقولون: هل توجد مقارنة بين إمام عاشور أو عمر جابر وطارق حامد؟ ستشهدون خلال الساعات القادمة بجهة الزمالك المدفوع لها والمأجور لها تحاول تسويق ساسي بأي طريقة من أجل العودة. هذا هو الرأي المعارض أم الرأي المؤيد؟ فالكل بيحب ساسي. ساسي صانع الفرح، ساسي الذي سجل أهداف قاتلة، ساسي صانع الكرات، الأسيست الرائع، النجم الكبير الذي سجل في الأهلي. ساسي ساسي ساسي، كلنا بنحب ساسي. ولكن هل ساسي قبل الزمالك هو ساسي بعد الزمالك؟ نتمنى التريث. اكتبوا أراءكم في التعليقات، هل تفضل عودة ساسي أم نكتفي باللعيبة الموجودة اللي خدوا لنا الكونفدرالية وخدوا لنا الدوري والكاس بدون ساسي؟ هناك الكثير والكثير من الأخبار معنا اليوم، ولكن نحاول إن احنا نخوض سريعا في بعض من الأخبار. ننقل إلى
خارج المستطيل الأخضر. بتعاني من انخفاض في المزاج العام، وكمان عندك تقلبات مزاجية، حاسس إنك داخل على اكتئاب. اتعرف على بعض الأنشطة البسيطة اللي ممكن تغير مودك للأفضل مع الأستاذة الدكتورة نانسي سميضة، الصحة النفسية والتغلب على الألم. تعالوا نسمع مع بعض رسالة الدكتورة نانسي. انخفاض في المزاج وتقلبات المزاج، وحاسس انك انت داخل على دور اكتئاب، وحاسس بالفعل انك انت خلاص الحياه ما عادش فيها لا طعم ولا ريحه ولا امل ولا فرصه للتغيير. اسمع الفيديو للاخر، لاني عايز اقول لك ما تستهونش ابدا بالانشطه الصغيره والاكتيفيتيز البسيطه جدا اللي انت ممكن تعملها في يومك، علشان جمله الاكتيفيتيز دي وجمله النشاطات دي بالظبط زي النقطه اللي انا كل شويه بحطها في محيط تقريبا، يعني كاني كل مره بضيف حاجه بسيطه، رياضه اعملها، ازور حد بحبه، اتكلم مع حد بحبه، اذهب لمتخصص، اعمل اي حاجه تخلي حياتي في الجمله بتاعتها كل مره ازود فيها نشاط صغير، اروح اذهب لتمشيه لوحدي، أروح أخد قهوة لوحدي في حتة، كل مرة وكل يوم أشعر فيه إن أنا متضايق لازم يكون عندي أكتيفيتيز أو نشاطات معينة أواظب عليها يوميا، علشان حياتنا مع جملة النشاطات دي والإلزامية إن أنا أغير المود بتاعي هيبقى فيها لون وريحة وطعم وأمل مع الوقت. أرجوكم خدوا بالكم من صحتكم النفسية وما تستهونوش بالمرض. شكرا دكتورة نانسي على الرسالة الجميلة. كلنا عايزين مزاجنا يكون رايق وفايق وآخر جمال وآخر حلاوة. ننقل بسرعة لفقرة خفيفة ودمها لطيف. كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا. حظك اليوم برج الحمل، تقوم بتنمية أعمال ويدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك. برج الثور، القمر معاكس في منزل العمل والفلك، ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة، وعليك تنظيم أولوياتك. برج الجوزاء، القمر في منزل الحظ، يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين. برج السرطان، القمر في منزل المدخرات، يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال. برج الأسد، عليك أن تتحكم في إظهار غضبك وابحث عن الأصلح وانتبه لحقوقك. برج العذراء، إذا كلفت بأداة مهمة ستنجزها على أكمل وجه. هناك مشكلة منزلية أو عاطفية. الميزان، تقوية مركزك وأفكار بناءة تطرحها بذكاء. طاقة عاطفية تمد قلبك بالقدرة على الاحتواء الجميع. العقرب، عليك أن تحمي نفسك من المكائد، نظم جهودك وأولوياتك. هناك من يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية، أرجو أن تديرها بهدوء. القوس، الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحات. الجدي، من المهم أن تعتني بحساباتك وتراجع جيدا خطواتك. حضورا طاغيا وجاذبية، لا تتسرع في أقوالك. الدلو، اعرض اقتراحاتك بثقة وصر على وضع حياتك الجديد، لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك. أنت ساحر ولك جاذبية وهناك تطورات إيجابية. الحوت، يطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني. الوضع الفلكي دقيق، حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك. زي ما قلنا، كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا.
نهاية هذه الجولة ختاما، لا تنتظر مني كرما حين تكون بخيل، ولا لطفا حين تكون وقحا، ولا صدقا حين تكون منافقا. لا تنتظر مني ما لم أجده فيك. هذه كلمات للعالمي نوبل نجيب محفوظ رحمة الله عليه. شكرا لحضراتكم، ونراكم مساء اليوم بإذن الله. أشكر حضراتكم.